أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم في الموقف تكون لعموم الناس من المؤمنين والكافرين أم أنها خاصة بالمؤمنين فقط؟ سبحان الله، ما سمعت الكلام. أهل الموقف يتقدمون، أهل الموقف الكفار والمؤمنون يطلبون من الله أن يريحهم بالحكم فيما بينهم. نعم، هذه عامة للكافر والمسلم.